أما الآن مع رحلة قصيرة تابعونا. يا هلا وسهلا فيكم، احنا في جودة جودة جودة، احد الهجر السعودية، تقريبا هي شرق، هنا شرق الرياض، شرق الرياض. وهذا اصبع جودة، شفته من بعيد اصبع جودة ذا على اليسار، شفتوه؟ دي تغطية طبعا في اليوتيوب، راجعوها. وهذا اللي يسمونه اصبع جودة، على شكل اصبع في وسط البر. في عندي له تقرير في اليوتيوب قناة الواحد، دخلوا كتبوا جودة وبيطلع. طبعا احنا بنروح المنطقة هذه ان شاء الله، في مغارة ان شاء الله نلحق عليها قبل الليل. وهذا يا سيدي المغارة، مغارة ايش؟ جودة. نشوف نكتشف في هذا قبل ما يظلم علينا الظلام والظلام. هذا ربيعي قاعد يتشوف نعيم، ناعم على قولة ابو حسين، ناعم. شوفوا كانها جبل القارة. وش شفت فيه ذا يا نعيم؟ مرة طيور حمام فيه، هذا هنا يا بعد شقوق، شقوق انا ما تخيط. في قلب المغارة، في قلبها الجهة المعاكسة، هذا ربيعي قاعد يتشوف ويصور نعيم. نعيم عودة. يلا عود، ما ايش معناته؟ ها يا هذا مدخل ثاني للمغارة من هنية، من هنية صوت حمام وصوت حركات. ها هدوء، هدوء الذي يسبق العاصفة. يلا 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 دوبني جايك. هذا أحد الكهوف، كهوف الكهوف، سبحان الله، سبحان القادر العظيم الكبير الجبار الرحمن الرحيم الذي خلق الجبال سواها، جعلنا الجبال أوتادة، سبحان الله. وفي وسط البار في حمام، في دورة مياه، تقول ما هي؟ اي نعم، دورتين. هذا دورة المياه شيكنا عليهم، فيهم ماي، هذا الخزان الماي، امور طيبة. وهذه مغسلة، امور طيبة، وفي ماي هذا باب الامانة. هذه ايش؟ الماي، في مغسلة ماي، الأمور حلوة. بدأ ليل الليل، الحمد لله صلينا ولله الحمد، لا إله إلا الله. نظر على المكان قبل ما يظلم. طبعا دورة المياه هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، هدوء، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هلال اول الشهر، وهذا اللي تشوفون ذا يبرق كوكب الزهرة. وين راح فيها نعيم الزهرة؟ الزهرة موجودة، راضي وشوي يطلع زحل والمشتري. اي هذا الزهرة شفته،
هذا الزهرة زحل المشتري يطلع من هنا؟ من وهذا وينه؟ زحل موجود وينه بس ما ببين في الجوال. زحل شوفه فوق وبعد شوي يطلع المشتري من الجهة. حلو بنشوفه الحين بكاميراتك. هذه الصخرة رفيج يقول سماها راس الكلب، شوفوا تشبه الكلب. صحيح سبحان الله. يقول ربيعي صديقي بنصور إذا غاب القمر، القمر يغيب الساعة 10 أو قبل، تصوير ما دام إضاءة القمر والهلال موجود ما يتضح تصوير الشهب ولا المجرة. المجرة ذراع المجرة، مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة نعم، يعني ذراع جزء منه مجرتنا. مجرة درب التبانة. نشوف متى يغيب الهلال. يقال هالهلال ما ادري ايش بيه الهلال، هالهلال ما ادري ايش بيه الهلال، ما ادري ايش بيه الهلال. طبعا هنا في قمر صناعي يمشي ببطء لكن ما يبين، طبعا يبي له كاميرا زوم، كاميرا جوال كلام فاضي ما يجيبه، لكن يرى بالعين المجردة. شوفوا في السماء، طلعوا السماء تشوفونه ان شاء الله، بس روحوا في مكان ما في تلوث ضوئي على قولتهم. ليش احنا جينا في وسط الصحراء؟ ما في، شوفوا اضاءات ما في ابدا، اساس انك تشوف جمال السماء والنجوم والاشياء ذي. لذلك احنا ننتظر هالحلو يغيب، احنا طبعا على نور الهلال يغيب على اساس ان نشوف النجوم اوضح ونصورها اوضح ان شاء الله باذن الله. طبعا هذه مش اول طالعه نطلع مع مصورنا نعيم في رصد الهلال والشهب وتصوير الهلال والشروق والغروب والنجوم، وهذا في تدبر في خلق الله كما قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبت، صدق الله العلي العظيم. وهذا في تفكر في خلق الله، وهذا بحد ذات عبادة، والفلك علوم والأبراج كذلك. سبحان الله. يقول ربيع البش مهندس يقول أقمار صناعية كثيرة في السماء، يعني هذا شفنا واحد بس هذا الثاني طبعا ما يبين تصوير الجوال، يعني يبين بالعين المجردة أيضا بالمجاهر الترابين. طبعا أنا طالع عندي هنا زحل تحت إذا تشوفون ما يبين مشكلة. المشتري، المشتري هذي وهذا مشتري وهذا زحل، المع نجمين زحل المباراة يطلع عندي واضح أنا أشوفه، بس أنت ما أدري كيف تشوفونه. طيب هذا زحل بس ما أدري مو مبين. على العموم طبعا في تاريخ 13 شهر 8 كل سنة تصير اللي هي شهب البرشويات، اسمها برشويات. فأمس كانت نشطة الشهب، أول أمس، اليوم بقايا الشهب، يعني لو تتأمل في السماء تشوف شهب تنزل كذا كل بين فترة. سبحان الله سبحان الخالق. احنا قاعدين نطالع في السماء ونشوف، يعني نتأمل في النجوم والشهب كل بين فترة تنزل او تطلع شهب البرشويات كل سنة بتاريخ 13 شهر 8 انجليزي، وهي جزء من مذنب. طبعا اذا بتسألون الجو الحين، الجو
يعني معتدل، لا حار ولا بارد، يميل إلى الدفء الخفيف. كل ما دخلنا في الليل ليلنا أكثر، يصير الجو أحلى وأحلى. شوف الوحش، يلا الوحش وسط الظلام. طبعا هواة هذا العلم أو هذا الفن يجون الصحراء يسترقون ويطالعون السماء، يستمتعون في النجوم وفي الشهب وفي ومثل ما قلنا الفلك علم، علم كبير. في بعض العلماء الغير مسلمين تخيلوا أسلموا بسبب الفلك وحركة القمر والشمس والنجوم وهذا الكون البديع العظيم الدقيق الذي وراه خالق، خلق هذا الكون العظيم، خالق مدبر حكيم عظيم سبحان الله. وأيضا نضيف معلومة أن بعض الملحدين، العلماء الملحدين، اعترفوا يعني بالإله ودخلوا الإسلام بسبب علم الفلك، ويعني هذا العلم الذي يعني دل بعض العلماء إلى معرفة الله سبحان الله. حطينا كاميراتنا، هذه كاميرا، الكاميرا الثانية اسمها بعد نشغلهم. هذا الستاند نصور الجمال اللي في السماء. طبعا هذول كاميرات مش تلسكوبات. طبعا مثل ما تشوفون ومثل ما تعرفون ان في تطبيقات كثيرة في الجوال تساعدك على معرفة مواقع النجوم والكواكب وحتى موضوع ذراع المجرة. هذا الان صورة واضحة في الجوال يساعدك على تحديد مكان ذراع المجرة. الآن لو خذنا صور، يعني خذنا المنظر من فوق، شوفوا كيف الذراع يبتدي من فوق وإحنا نازلين، يعني لو افترض أننا بدينا من هنا ونازلين تحت إلين الأفق، ننزل بعد تحت إلين الأفق، هذا الأفق زين. فالمجرة الآن مع الوقت راح شوي بتميل إلين تغيب في الجهة الأخرى، يعني قد تغيب المجرة قريب الفجر، يعني يمكن على الساعة 3 الفجر خلاص تغيب، يعني تميل كذا. فهذه التطبيقات أو الابليكيشن تساعدك فيها. وهذا مثلا القمر، احنا في الطبيعة شوف اطلع فوق الجوال الحين وين القمر، هذا القمر، وهذا التطبيق يبين موقع القمر بالضبط، يعني هذا يساعدك انك تحدد الاجرام السماويه. فهذه التطبيقات انا اعتقد الكثير يعرف هالكلام هذا، فهي تطبيقات جدا جميله وتساعدك كثير في الاجرام السماويه، في الجهات حتى الاصليه، وحتى في مواعيد مثلا بعض الاحداث الفلكيه مثل ظهور المجره، مثل الكواكب مثلا متى تبين، متى تشرق، متى تغيب. بس هذه وطبعا المعلومية هذه يمكن اذا رسمة العقرب مبين، هذا برج العقرب زين، شوفوا شلون في قلب المجرة. موضوع الابراج ايضا من التطبيق هذا مبين لنا الان مجموعة نجوم العقرب او برج العقرب. مثل ما تعرفون عندنا 12 برج. وش الأبراج؟ الأبراج هي مجموعة نجوم متشكلة، يعني العلماء السابقين الحضارات يشوفون النجوم هذه تشكيلتها أو شكلها، يتخيلونها على أشكال، إما على شكل إنسان أو على شكل حيوانات، فيشوفونها كذا كأن رسمة حاجة معينة، فلهم شايفين هذه مثلا نجوم متشكلة على شكل عقرب فسموها برج العقرب نجوم. وفي عندنا أبراج ثانية ما ادري اذا مبينه، مثلا هذا برج الحمل زين، فهي مجموعه نجوم متشكله مع بعض وتعطينا شكل مثل شكل الحمل. في برج الدلو، اعتقد هذا يمكن برج الدلو. ايه تقول يا ابو ابراهيم الاول
كنا يعني كنت تنامون في السطح والحجية كنت تسألها عن النجوم، فش تقول صحيح. لك؟ كنت أسألها أقول لها يا حجية حين هالنجوم هذيلي شنهي هذيلي؟ قالت يا ولدي هذيلي ناس سكنين يعني بيوت ناس ساكنة، وهذيلي اللمبات حقت البيوت. فكنت مصدق لأن أحيانا أشوف الإضاءة حقت النجوم زي اللي ترمش أو كذا، فقلت يمكن أنه هو يمكن فعلا لمبات مختربة أو الكهرباء حقتهم. فسبحان الله يعني بس كبرنا عرفنا الحقيقة. يعني كنت كهربجي من صغرك؟ اي كنا اهتميت بالكهرب من البداية. على فكرة البشمهندس نعيم مهندس، كان كهربجي من صغره ما شاء الله عليه، صار مهندس كهرباء بعدين، مهندس كهربائي. فالأول يا ابن عمي يا نعيم، كان صورة النجوم يعني حاضرة في أذهان الناس لأن في الليل يقابلون هالنجوم، بينما الآن جيلنا والجيل الجديد ما يحط عينه في السم، ما يدري هل في نجوم ما في نجوم، شو السالفة. مثلا تقول كنت تنام ليليا وتشوف النجوم تتأمل فيهم، سألت الحجي ايش النجوم وش السالفة وش هذولي، الحين جيل هاليومين ما يطالع ما يطالع راسه فوق يشوف شاء الله خلق في هالسماء الجميلة. عينه كلها على التلفزيون وعلى الجوال. صحيح. طبعا كل ما قل التلوث الضوئي او البصري الضوئي يكون السماء اكثر وضوح، النجوم اكثر وضوح، يعني كل ما قلت اضاءة المدينة مثل في هذا المكان يكون النجوم ايش اوضح والاجرام السماوية اوضح، اللي يسمونه التلوث الضوئي. طبعا القمر غاب تو غايب، منظر جميل ما شاء الله. على طاري تلوث البصري، هنا ما شاء الله في الصحراء، في وسط الصحراء، احنا طبعا بعيدين عن المدينة او المدن، حتى تلوث سمعي ما في ما شاء الله، هدوء دبيب النملة تسمع ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله.